بعد سنوات من الجدل، وافق الرهبان في معبد النمور الذي يزوره الكثير من السياح سنوياً في غرب تايلاند الاثنين على مغادرة النمور التي كانت مصدر رزق لهم. ومعبد وات فالوانغ تابوا في إقليم كانشنابوري المعروف باسم معبد النمور يلقى رواجاً كبيراً في صفوف السياح الذين يحلو لهم أن يلتقطوا الصور إلى جانب النمور. وكان ينتقد المعبد لأنه تحول إلى معلم سياحي أكثر منه معلم ديني. ولطالما دحض المعبد الاتهامات بسوء معاملة الحيوانات والإتجار بها، ويوضح مسؤولوه أن وهن النمور الذي يسمح بالتقاط الصور معها ليس عائدا إلى مواد مخدرة بل إلى الترويض. وسبق للسلطات أن حاولت في نيسان أبريل من العام 2015 مصادرة النمور، إذ لم يكن المعبد يمتلك الوثائق الضرورية برأيها، إلا أن الرهبان عارضوا ذلك. Thank you.